فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس يذكر أن من علامات أن أصحاب البيت أنهم محسودون أو أصابتهم عيب كثرة النمل في البيت بطريقة غير معتادة، هل لهذا أصل؟ هذا لا أصل له، هذه حيوانات لا علاقة لها بالعين ولا بغيره، هذه من الأمور التي يعني يقولها بعض الناس وهي خرافات ولا أصل لها، هذه حيوانات تسير في البيت وتأتي للبيت لأسباب تبحث عن رزقها، ما علاقتها بالعين؟ ليس لها علاقة لا بالعين ولا بالمس ولا بالسحر ولا بغير ذلك، هي أمة من الأمم. فيعني هذا الكلام المرسل الذي يقول يطلقه بعض الناس من غير دليل ومن غير برهان، هذا ينبغي يعني أن ننكره ولا يقبله الناس ولا يقبله المجتمع، لأن بعض الناس يأتي بمثل هذه الأمور ومع الأسف يجد من يصدقه، خاصة إذا أتى بشيء غريب أو مستنكر. فما علاقة النمل بالعين؟ ليس هناك أي علاقة. فنقول إذن ليس هناك أي علاقة بين وجود النمل في البيت وبين إصابة أهل البيت بالعين.